دخلت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب الأمريكي التاريخ عندما أصبحت أول امرأة من أصول ملونة تفوز بثاني أكبر منصب أمريكي. هي رابع امرأة تظهر على بطاقة رئاسية لحزب سياسي كبير بعد المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس جيرالدين فيرارو عام 1984 والجمهورية سارة بيلين في عام 2008 والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016، لكنها أول من تفوز بالمنصب. وخاطبت الناخبين قائلة إنها لن تكون الأخيرة في هذا المنصب، لأن كل فتاة صغيرة تشاهدها سترى أن هذا بلد الاحتمالات. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. في قرية ثولاسندرا بورام الواقعة في ولاية تاميل نادو جنوب البلاد ولد جد كامالا هاريس وكان مسؤولا هنديا كبيرا. وعلى أثر فوز جو بايدن ونائبته أطلق المحتفلون المفرقعات النارية وأدلوا الصلوات في المعبد الرئيسي ولوحوا بصور كامالا هاريس ووصفوا انتخابها بأنها لحظة فخر للأمريكيين من أصل هندي. بينما أكد خال هاريس الهندي وهو أستاذ جامعي أنه على يقين دائما من نجاحها، وقال إن عائلة هاريس التي تعيش في الهند ستسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل تنصيبها في يناير.